تتواصل شكاوى المراجعين في دائرة التقاعد التابعة للموصل أو التابعة للمعقل من تأخر دوام الموظفين وتقصيرهم بحق المراجعين وبينهم أيضا كبار السن. نذكركم قبل أكثر من أسبوع تحدثنا عن مثل هذه الواقعة، لكن مع الأسف لم يتغير شيء إلى الآن. السلام عليكم، نحن حاليا دائرة التقاعد. هذاك الأسبوع نشرنا عن وزارة التقاعد قابل بالمعقل قابل التربية موظفين ما يعني معانا الساعة حاليا الساعة بالتسعة ضبو موظف واحد ماكو هاي العالم ماكو هاي العالم شنو ذنب هاي العالم ما شاء الله هذا بسرعة ولا ما شاء الله ونواصل يعني هاي العالم شنو ذنب ناشد من تحكي يامي يعني ضالين هسا حسنهم بالشهرين دارة ما كاملة يعني ما يصير يعني هاي الموظف هاي الجندي يعني قضى عمره 40 سنة 50 سنة يخدم بهالبلد وما يحصل له شيء يجي لهنا يشبع ذيل يشبع ضيم يعني تناشد من تحكي يوم انه يا حكومة الموظف الشهيد هاي الشهداء الشهيد يعني شلون بالله شلون بهالضيم والله